طبعا دي من اصعب الحاجات على القلب. يعني انا ابني محبوس، مش قادر اتخيل لو انا مش عارفه مكانه، ولو انا يعني وضع زي ده الواحد كان يبقى عامل ايه الحقيقه. يعني حاجه يعني دي جريمه اكبر، يعني جريمه بيرتكبها النظام اكبر الحقيقه من اي جريمه تانية. يعني واضح انه في بدليل ان احنا الناس بتبقى يعني في جهات طبعا تعرف عنها، لا في يعني في اماكن احتجاز غير الاماكن اللي بنص عليها القانون، وغير الاماكن المعروفه للناس وكده، واضح تمام. وبعدين احنا مثلا سجن العزولي ما كانش حد يعرف عنه حاجه لحد ما ابتدت الناس تظهر منه، ابتدينا نعرف. لازغلي لحد قريب كان فاضي، دلوقتي بقى الناس بقينا بنسمع من الناس اللي كانت مختفيه لما تظهر انها كانت محتجزه فيه. فواضح ان دي عمليه يعني لا تنتهي. كل يعني الانتهاكات اللي بتحصل حاليا كلها زي ما بتطال ناس من اللي هم معارضين او معادين للنظام او للسلطات، بتطال ايضا ناس ما لهمش في حاجه. فيعني مساله ان احنا نسكت على الانتهاك لاننا متصورين انه مش هيوصل لنا، لا، الاحتمال وارد تماما انه يوصل لاي حد في جميع الانتهاكات، سواء الاختفاء القسري ولا القبض العشوائي. يعني طبعا بعد الشر عن بقيه المختفين، لكن احنا لسه عارفين اخبار مختفي قسريا اتضح انه اتقتل، انه مات. ده كان بواب عماره، يعني كانوا جايين قبضوا على في العمارة ياخدوا البواب ليه؟ وبرضو الناس اللي هي مستريحة ما تفتكرش انها هي برضو بعيدة عن هذا. يعني اللي يراجع الملف بتاع الانتهاكات بتاع اي انتهاك اللي بيحصله هيجد انه في جميع هذه الملفات نسبة مش صغيرة ناس ما كانش لها دعوة بحاجة، اتخذت عشوائي، اتخذت بالغلط، اتخذت في السكة. ففرصة ان الواحد يجراله كده لا صلة لها. يعني فرصة ان الواحد يجراله كده قائمة، حتى لو الواحد مش معارض، حتى لو الواحد مقتدر، كل ده برضو وارد ان الواحد يعني فأقل الأمور يتقبض عليه بشكل عشوائي ويتبهدل كام أسبوع ولا كام شهر، وفي أقصى الأمور يختفي قسريا أو يتقتل.